السلام عليكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني عشر القسم العلمي كيمياء. نتابع اليوم حلقة جديدة من حلقات الكيمياء. حلقتنا اليوم تابع الكحولات الخواص الكيميائية، وسنختم فيها الخواص الكيميائية للكحولات. تفاعل الأسترة، تفاعل الكحولات مع الأحماض الكربوكسيلية. تتفاعل الكحولات مع الأحماض الكربوكسيلية لتكوين الأسترات المقابلة والماء، ويسمى هذا التفاعل تفاعل الأسترة. ننظر إلى المعادلة الرمزية. لدي حمض عضوي وهو حمض كربوكسيلي والكحول. يتم انتزاع الهيدروكسيل، مجموعة الهيدروكسيل من الحمض العضوي والهيدروجين من الكحول ليتكون الماء والإستر العضوي. هذه العملية تسمى عملية الأسترة. عملية الأسترة هي تفاعل بطيء وغير تام عكوس، لذلك يجب أن تتم عملية تكوين الإستر في وجود مادة نازعة للماء. لو لاحظنا في التفاعل أن التفاعل في الاتجاه الطردي عملية أسترة، هذا التفاعل عكوس، إذن ممكن أن يعود الكحول عن طريق التحلل المائي للإستر والماء. حتى نمنع ذلك نضيف حمض الكبريتيك المركز كمادة محفزة لنزع الماء ومنع التفاعل العكسي وزيادة سرعة تكوين الإستر. ملاحظة، تتم تسمية الإسترات بكتابة اسم الحمض الشائع أو الأيوباك مع استبدال المقطع آت بالمقطع ياء كاف، ثم اسم شق الألكيل من الكحول. ننظر إلى المعادلة الأولى. حمض الإيثانويك يتفاعل مع الإيثانول. سيتم انتزاع مجموعة الهيدروكسيل من الحمض والهيدروجين من الكحول مكونا الماء وإستر أسيتات الإيثيل. إذن كيف نسمي الإستر؟ كلمة إستر، ونقسم المركب إلى جزئين. الجزء المشتق من الحمض يتم استبدال الياء كاف بالمقطع ألف تاء، ثم شق الألكيل من الكحول، إذن إستر أسيتات الإيثيل أو إيثانوات الإيثيل. التفاعل الذي يليه حمض الفورميك مع الميثانول سيعطيني إستر فورمات الميثيل أو ميثانوات الميثيل. عندما يتفاعل حمض البنزويك أو حمض فينيل ميثانويك أيوباك، تسمية الأيوباك، مع كحول البروبيل، كذلك سيتكون إستر بنزوات البروبيل أو فينيل ميثيل ميثانوات البروبيل والماء. علل، يجب أن يضاف حمض الكبريتيك المركز عند تفاعل الحمض العضوي مع الكحول لتكوين الإستر، لأن تفاعل تكوين الإستر تفاعل بطيء وغير تام عكوس، لذلك يجب أن تتم عملية تكوين الإستر في وجود مادة نازعة للماء مثل حمض الكبريتيك المركز كمادة محفزة لنزع الماء ومنع التفاعل العكسي وزيادة سرعة تكوين الإستر. نأتي إلى التفاعلات على الرابطة بين الكربون والأكسجين. أولاً تفاعل نزع الماء. طبقاً لظروف التي يحدث عندها التفاعل، هناك نوعان من نزع الماء. يعتمد النوع والآخر على درجة حرارة التفاعل. عند تسخين مخلوط من الكحول وحمض الكبريتيك المركز عند حرارة 140 سيليزية، يتم نزع الماء كالتالي. إذن كما ترى، جزيئين من كحول الميثيل، يتم نزع مجموعة هيدروكسيل من جزيء كحول وذرة هيدروجين من مجموعة هيدروكسيل في الجزيء الآخر من الكحول ليتكون الإيثر المتماثل والماء، طبعا عند درجة حرارة 140 سيليزية ووجود حمض الكبريتيك المركز. ننظر إلى هذا الإيثر، نجد أن الإيثر له شقين عضويين متماثلين على طرفي الأكسي، إذن الاسم ثنائي ميثيل إيثر. كذلك عند تفاعل كحول الإيثيل يتم انتزاع مجموعة الهيدروكسيل كما أسلفنا سابقا من أحد الجزيئات والهيدروجين من الجزيء الآخر لنكون ثنائي إيثيل إيثر، وهو كذلك إيثر متماثل والماء. أما عند تسخين مخلوط من الكحول وحمض الكبريتيك المركز
عند تسخينه إلى 180 سيليزية سيتم انتزاع الماء كالتالي: مجموعة الهيدروكسيل من ذرة الكربون وذرة هيدروجين من ذرة الكربون المجاورة لها، أي أننا سننتزع الهيدروكسيل والهيدروجين من ذرتي كربون متجاورتين لتكوين الألكين المقابل والماء. كما في المثال كحول الإيثيل أو الإيثانول، سيتم انتزاع مجموعة الهيدروكسيل من كربون من ذرة كربون وذرة الهيدروجين من كربونة مجاورة لها ليتكون الإيثين المقابل أو الألكين المقابل وهو الإيثين والماء. كذلك كحول البروبيل سيتم انتزاع جزيء الماء كما أسلفنا ويتكون البروبيل. ملاحظة مهمة: نواتج تفاعل حمض الكبريتيك المركز مع الكحول تعتمد على درجة حرارة التفاعل، كما أسلفنا عند حرارة 140 سيتكون الإيثر وعند 180 سيتكون الألكين. نأتي إلى التفاعل مع هاليدات الهيدروجين. تتفاعل الكحولات مع هاليدات الهيدروجين مثل كلوريد الهيدروجين، بروميد الهيدروجين، يوديد الهيدروجين، سواء كانت غازات أو محاليل مائية. سيحل الهالوجين محل مجموعة الهيدروكسيل ويتكون هاليد الألكيل المقابل والماء. إذن ألاحظ أن هذا التفاعل بإمكاني الحصول على هاليد الألكيل عن طريقة كحول، سننتزع منه مجموعة الهيدروكسيل، هاليد الهيدروجين سننتزع الهيدروجين ليتكون الهاليد المقابل والماء. نأخذ مثال الإيثانول، سننتزع مجموعة الهيدروكسيل من الكحول والهيدروجين من كلوريد الهيدروجين ليتكون كلوريد الإيثيل والماء، وكذلك كحول البنزايل مع بروميد الهيدروجين سيتكون بروميد البنزايل والماء. والآن نأتي إلى التطبيقات، وبذلك نكون قد أنهينا الخواص الكيميائية للكحولات. ضع علامة صح بين القوسين المقابلين لأنسب إجابة صحيحة تكمل بها كل من الجمل التالية: العملية التي يتم فيها تفاعل الحمض الكربوكسيلي مع الكحول، ما هي هذه العملية؟ هي عملية الأسترة عند تفاعل الإيثانول مع كلوريد الهيدروجين. سيتكون الماء ومركب عضوي، سيتكون كلوريد الإيثيل. عند إجراء تميؤ بروميد الإيثيل، انتبه جيدا، تميؤ بروميد الإيثيل في وجود هيدروكسيد الصوديوم ثم إضافة قطعة من فلز الصوديوم إلى الناتج يتكون. نفسر: عند تميؤ بروميد الإيثيل في وجود هيدروكسيد الصوديوم سيتحول إلى الكحول المقابل وهو الإيثانول. عند إضافة فلز الصوديوم سيتحول إلى إيثوكسيد الصوديوم، إذن الناتج هو إيثوكسيد الصوديوم. تطبيق 2: لدي منظومة مغلقة. حتى نحسن الإجابة على هذه المنظومة فلنقرأ السطر الأول بدقة. المركب العضوي A هو كحول أليفاتي أحادي الهيدروكسيل يحتوي على ذرتين كربون. ما هو الكحول الأليفاتي المحتوي على ذرتين كربون؟ المادة هي الإيثانول. الصيغة الكيميائية C2H5OH. هذا الإيثانول عندما يتفاعل مع حمض الكبريتيك المركز عند درجة حرارة 180 سيليزية سيتحول إلى الألكين المقابل الإيثانول، سيتحول إلى الإيثين، صيغته CH2 رابطة ثنائية CH2. هذا الإيثين عندما يتفاعل مع الماء في وجود حمض الكبريتيك المخفف سيتكون مرة أخرى الكحول المقابل الإيثانول، الصيغة الكيميائية C2H5OH. هذا الكحول عندما يتفاعل مع كلوريد الهيدروجين سيتحول إلى هاليد الألكيل المقابل كلوريد الإيثيل، الصيغة الكيميائية C2H5Cl. تطبيق 3: اختر من المجموعة B ناتج أكسدة المركب من المجموعة A مرحلة الأكسدة الأولى. بالنسبة للإيثانول وهو كحول أولي سيتأكسد إلى الألدهيد المقابل، الاختيار رقم 3. الميثانول
كحول أولي سيتأكسد إلى أيضاً الألدهيد المقابل، اختيار رقم 7. كحول البنزيل سيتأكسد إلى البنزلدهيد وهو الألدهيد المقابل، اختيار رقم 4. الإيثانول سيتأكسد إلى الحمض الكربوكسيلي المقابل، حمض الأسيتيك، رقم 5. البنزلدهيد سيتأكسد إلى حمض البنزويك وهو الاختيار رقم 2. الميثانول سيتأكسد إلى الحمض الكربوكسيلي المقابل، حمض الميثانول، وهو الاختيار رقم 6. 2 بروبانول كحول ثانوي سيتأكسد إلى البروبانون وهو الكيتون. وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، راجي لكم تمام الاستفادة. ألقاكم على خير.